أيها الزملاء وزميلات، أتوجه إليكم بتحية اعتزاز وتقدير، آملاً اللقاء بكم في الوقت الذي تسمح الظروف ورهينا بذلك. في البداية أود أن أعبر لكم عن شكري على العمل الدؤوب والتعاون المثمر الذي بذلتموه بمسؤولية العام الماضي حتى تحققت الأهداف المرجوة رغم حجم الضغوطات والتحديات التي واجهتنا جميعاً. كما أريد أن أنوه بالدور الريادي الذي أدته الجامعة في هذه المرحلة الحرجة انطلاقا من رسالتها الإنسانية في خدمة المجتمع، إذ كان لها حضور فعال ومبادرات تطوعية بدأت بحملات التوعية الصحية في أزمة كورونا، وتضاعفت هذه المبادرات بعد انفجار مرفأ بيروت. فكان لتعاون الكليات المعنية ومركز الرعاية الصحية الدور الفعال ميدانيا كل في مجال اختصاصه، فأسهمت كلية العمارة والهندسة في أعمال الرفع المساحي للمباني في المناطق المتضررة، وكان لدعم مصر اللافت في تقديم الخبرات من الأطباء وتوفير الدواء الأثر الطيب في المجتمع. كما بادرت الجامعة إلى تجهيز العيادة المتنقلة لطب الأسنان لتقديم المعالجة المجانية، ولعب مركز العلاج النفسي الدور المهم في تقديم الاستشارات والدعم النفسي لمتضررين نفسيا. ومن زاوية أخرى، شارك طلاب الجامعة بأعمال تطوعية لإزالة الأضرار والمخلفات الناجمة عن الانفجار، وهذا يؤكد على التزام الجامعة لدورها الحيوي الاجتماعي والوطني والإنساني إلى جانب رسالتها الأكاديمية، وهذا بفضل إيمانكم بهذا الدور السامي وتضافر جهودكم وإخلاصكم. ومن هنا أؤكد لحضراتكم على أهمية الالتزام بجودة التعليم والمعايير العلمية التي تعتمدها الجامعة، مع الاهتمام بالبحث العلمي والإسهام في إغناء الدوريات الصادرة عن الجامعة التي يشارك فيها باحثون وأكاديميون من الجامعة ومن جامعات أخرى محلية ودولية. أيها الزملاء، من أجل ضمان جودة العملية التعليمية وضعت الجامعة خطة محكمة ومرنة راعت مصلحة السلامة الصحية العامة ومصلحة الطلاب. ستبدأ الدراسة يوم الاثنين 21 أيلول، ومعها ستلتقون طلابكم ضمن مجموعات صغيرة بناء على برنامج زمني من أجل تعريفهم بالجامعة والكليات ونظام التعلم هذا العام والإجابة على أسئلة الطلاب، وأن تقفوا دائما إلى جانبهم لا سيما في هذه الظروف الصعبة. سيكون التعليم هذا العام قائما على نظام التعليم المدمج، وسيختلف هذا النظام من كلية إلى كلية بحسب طبيعة كل كلية وبرمجها وتخصصاتها، وهذا النظام يوفر لطالب التعليم عن بعد في أيام محددة والتعليم في حرم الجامعة ومرافقها ومعاملها في أيام أخرى. لقد اتخذت الجامعة احتياطات السلامة العامة كافة التي نصت عليها الجهات الرسمية للمحافظة على صحة الطلاب والأساتذة والعاملين، لذلك أرجو توجيه النصح والإرشاد لتطبيق المعايير الصحية بين الطلاب بجميع مرافق الجامعة، وأن تظهروا للطلاب نموذج يحتذى به في الالتزام بإجراءات السلامة العامة. أيها الزملاء الأعزاء، إن هذا العام الجامعي سيواجه بلا شك تحديات غير مسبوقة، تحتم علينا جميعا أن نكون على مستوى رشيد من المسؤولية لأدوارنا التربوية والأكاديمية والإدارية، وكما يفرض علينا أن نضاعف استعدادنا في التعاون وتوافر الجهود بالعزيمة والروح الإيجابية من أجل أن نتابع تحقيق نجاحاتنا التي عاهدناها كل عام، سواء بالارتقاء بجودة التعليم أو البحث العلمي أو في خدمة المجتمع. نسأل الله أن يوفقنا ويعيننا بقوة لاجتياز هذا العام الاستثنائي، وكل عام وأنتم بخير.